خصائص رمضان خطبة لشيخ العلامة عبد العزيز بن يحيى البراعي حفظه الله كانت بتاريخ 22 من شهر شعبان لعام 38 و400 الهجرة ألقيت في مسجد النوفي في منطقة السحول مدينة إب اليمن وإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نداء من الله عز وجل لعباده أجمعين المؤمنين من الجن والإنس رجالا ونساء، يخاطبهم الله عز وجل بقوله: كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب فرضا، وقوله كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا معناه أن الصيام كان مفروضا على من كان قبلنا، ولكن قد يكون هناك خلاف في الأوقات وفي بعض الأشياء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وما كان من خلاف غير ذلك فهو مما اخترعه أهل الكتاب، كتأخير الإفطار إلى أن يروا النجوم أو غيرها، فهذا مما اخترعوه ليس من قبل أنبيائهم. ثم قال الله عز وجل: لعلكم تتقون. يقول الله عز وجل إنه فرض الصيام ليكون سببا للتقوى، لعلكم تتقون.
أي رجاء أن تحصل لكم تقوى الله جل وعلا. إذن هذه العبادة العظيمة صيام شهر رمضان سبب للتقوى، وختم الله عز وجل آيات الصيام بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يا أيها الناس، إن هذا المعنى عظيم، كيف كان الصيام سببا للتقوى؟ ومعلوم أن التقوى فعل الطاعة وترك المعصية، فعلى هذا فإن الصيام سيكون سببا لأن تكون عاملا بطاعة الله بعيدا عن معصية الله. والله عز وجل يوفق من يشاء ويكرم من يشاء، فاحرص على أن يكون صيامك سببا لتقواك، سببا للعمل بطاعة الله، وسببا للبعد عن معصية الله. استمع يا عبد الله، من المعلوم أن الصائم يمنع من الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يفعل ذلك تعبدا لله جل وعلا، مع أن الطعام والشراب وجماع أهله حلال له قبل الصيام وبعده. أرأيت من ترك ما أحل الله من الطعام والشراب والزوجة، أو يتوقع أن يقع في أكل ما حرم الله الذي يترك الخبز واللحم؟ هل سيأكل الربا؟ هل سيأخذ الرشوة؟ هل سيأكل أموال الناس بالباطل؟ أيترك العسل ويشرب الخمر؟ أيترك الماء ويأكل الخمر ويشرب الخمر؟ إلى غير ذلك. فهذا يعتبر درسا يعظنا الله عز وجل به، يبين لنا من قبل الصيام وبالصيام أن من ترك ما هو حلال المتوقع منه ألا يأكل ما حرم الله عليه. ولهذا قال الله عز وجل بعد آيات الصيام: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي يا أيها الصائمون، يا من تركتم ما أحل الله لكم وتركتموه حال صيامكم، لا تقعوا في أكل ما هو حرام صراحة وفي كل الأحيان، وهو أكل المال بالباطل. فهذا دليل على أن الصيام سبب لتقوى الله عز وجل. ومن نظر آخر، فإن الإنسان في حال صيامه يحصل له الجوع والظمأ، وربما نظر إلى زوجته فاشتهاها، أو نظرت المرأة إلى زوجها فاشتهته، وكلما اشرأبت الأعناق أو طمحت النفوس إلى شيء مما منع حال الصيام، يقول الإنسان لنفسه: إن الله قد حرم ذلك. فتجد قائلا لك في نفسك: لا تشرب، لا تأكل، لا تأتي أهلك، هذا وأنت صائم، لماذا هذا المنع؟ الجواب: لأنك صائم. إنها معاني دقيقة في النفوس،
تمر عليك بأسئلة سريعة وأجوبة سريعة. والمقصود من ذلك أن نفسك تتعود أنك تقول لها هذا حرام فدعيه، تتعود النفس على مدى شهر رمضان رياضة للنفس أنها تكون مذعنة، تقبل التوجيه وتقبل الأوامر وتقبل النواهي، فإذا قيل لها اتركي تركت، فإذا تعودت النفس صارت ألين على صاحبها بعد رمضان، لأنه قد عودها على أنها إذا نهيت استجابت. فهذا معنى آخر من قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء في الحديث أنها تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين ومردة الجن، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر. هذه الأشياء كلها محفزات لنفوس المؤمنين إلى تقوى الله عز وجل، إلى فعل الطاعة وترك المعصية. فالذي لا ينفعه ربط الشياطين ما الذي ينفعه؟ إن ربط الشياطين وتصفيدها تخفيف للشر، فهو عون لك على طاعة الله عز وجل. ولهذا تجد التائبين في رمضان أكثر من غير رمضان، فهذا من آثار ما قضاه الله وقدره من فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وتصفيد الشياطين ومردة الجن. فهذا كله يكون عونا لك على تقوى الله عز وجل بفعل طاعته واجتناب معصيته. وأيضا مما يكون سببا للتقوى أن ترى الناس أمامك كلهم على طاعة الله عز وجل، كلهم قد أقبلوا على الصيام، فترى الناس مصفرة وجوههم، مشفقة شفاههم من الظمأ، وربما كانوا ذوي أعمال، وربما كانت أعمالهم شاقة، وربما كانوا أمراضا فيتحملون أعمالهم ومشقتها وأمراضهم ويصومون. فهذا كله يشجعك على أن يكون عندك ثقة أنه لا بد من طاعة الله ولا بد من ترك معصية الله. وهكذا ما تراه من صيام الأطفال والصبايا، فترى الطفل الصغير يمشي بتثاقل لما يجد من شدة الصوم عليه، فهذا يشجعك على أن تعمل بطاعة الله وأن تبتعد عن معصية الله. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل أياما معدودات، يقول إن الصيام إنما هو أيام معدودات، هذا تخفيف من الله جل وعلا، وذلك أن الصيام في العام جزء من 12 جزءا من العام، فإنما هي أيام، ومع ذلك فالصيام في نهارها دون ليلها، هذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى. فالصيام عظيم وشأنه عظيم، ولهذا علم الله عز وجل بأن عباده في طاعته
ففتح أمامهم أبواب الخير، وفتح أمامهم أبواب رحمته، وفتح أمامهم أبواب خزائنه، يطلبون منه ما شاءوا. ولهذا جاء في أثناء آيات الصيام قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله عز وجل يفتح أمامنا أبواب كرمه. أرأيتم لو أن كريما من الكرماء يخاطب الناس في الأسواق وممرات المسافرين يقول: من سأل عن بيتي يريد مبيتا أو طعاما أو راحة فدلوه على بيتي، كيف ترون كرم هذا الإنسان؟ كيف بالله عز وجل وهو يفتح أبواب رحمته وأبواب جنته وأبواب خزائنه ويقول لنبيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. إذن يا عبد الله، سواء في رمضان أو في غيره، حال الصيام أو غيره، وإنما في حال الصيام آكد، ارفع يديك واطلب من ربك جل وعلا ما شئت من خيري الدنيا والآخرة، واطلب من الله ما شئت، فخزائنه ملأ، لا تغيضها نفقة، لا تدعو غير الله، لا تدعو أحدا من دون الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا. فالله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى، هو الذي بيده كل شيء، هو الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. أليس عندك هموم؟ أليس عليك ديون؟ أليس عندك مرضى؟ أليس عندك طموحات تسعى إليها؟ وأعظم من ذلك، ألست تريد أن تموت على خاتمة حسنة؟ ألست حريصا على رضا الله؟ ألست تريد الجنة؟ ألست تريد تخاف من النار؟ ألست تريد أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة؟ ألست تخاف أن يكون قبرك حفرة من حفر النار؟ اطرح مطالبك هذه بطلب الخير والاستعاذة من الشر في حال صيامك في صباحك وظهرك ومسائك. فالله عز وجل قد قال لنبيه هكذا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلهذا معشر المسلمين، فضل الله واسع وخيره عميم، فاسألوا الله عز وجل وتضرعوا إليه وأحسنوا صيامكم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال العلماء في معنى قوله إيمانا واحتسابا أن يصومه غير مستفقل لصيامه وغير مستطيل لأيامه، أي أنه محتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، مؤمنا بأن الثواب من عند الله وأن الأمر بالصيام من عند الله، ويشعر أنه في طاعة الله. والمحتسب تجد عنده آخر الشهر أحب إليه من أوله، لأنه قد أثر الصيام على إيمانه زيادة وعلى تقواه زيادة، ورأى من الصالحات وأعمال البر بين يديه شيئا كثيرا. أيها المسلمون، احرصوا على الخير والاجتهاد من الصالحات. قال ابن عباس رضي الله عنه:
كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، والريح المرسلة تأتي على الأخضر واليابس، يعني أن خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصل إلى من يستحق ومن لا يستحق. وهكذا كان يتدارس مع جبريل القرآن، فأكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان لعل الله عز وجل أن ينفعك ويرفعك. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وفي رواية في الصحيحين ولا يجهل بدل قوله فلا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث العظيم جمع أشياء من فضائل الصيام ومهماته، مما يدل على أن الصيام عبادة عظيمة. فالله عز وجل يقول: الصيام لي وأنا أجيبه، يعني أن الحسنة بعشر أمثالها. أما الصيام فلا يعلم مقدار أجره إلا الله، وبعد ذلك يأتي دور أن الحسنة بعشر أمثالها. معنى ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، يعني أن اليوم بعشرة، فإذا صمت ثلاثا كأنك صمت الشهر. وقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أو فكأنما صام العام كله، يعني أن العشرة أن الشهر بعشرة أشهر، ثم الستة الأيام مقام ستين يوما، وهما شهران تمام العام. بقي كم لكل يوم من الأجر من هذا الذي يتضاعف إلى عشرة؟ هذا شيء لا يعلم قدره إلا الله. فالله عز وجل ضاعف لك الصيام بعشرة أضعافه، ثم أخفى عنك مقدار كل ضعف. الصيام لي وأنا أجزيه، ومعنى قوله أنه له، أنه يتحقق فيه الإخلاص،
فتمشي في الناس وأنت صائم، ولا يدري الناس أنك صائم إلا إذا أخبرتهم، ويظهر ذلك في صيام النوافل. فكم من صائم نافلة لا يدري الناس بصيامه، كما يظهر في الفريضة في الفاجر، فربما مشى مفطرا في الناس والناس لا يعلمون. فلهذا كان الصيام أمانة، إنما هو سر بين العبد وبين ربه جل وعلا، فيتحقق في الصيام من الإخلاص ما لا يتحقق فيما في كثير من الأعمال سواه. ولهذا فقد بحث الحافظ ابن حجر المسألة في فتح الباري شرح صحيح البخاري، وقال: هل هناك عمل تفعله أمام الناس ولا يدرون؟ ثم خرج ببحثه بكلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. قال: فإنها كلمة تحتاج إلى لسان ولا تحتاج إلى شفتين، وتستطيع أن تقولها بين الناس ولا يعلمون. الشاهد من ذلك أن الصيام قال الله فيه: الصيام لي وأنا أجزي به. فالصيام لله عز وجل، وإن كانت الأعمال كلها لله، ولكنه يتحقق فيه من الإخلاص ما لا يتحقق في غيره. ثم قال: إذا كان صيام صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وفي رواية فلا يجهل. ومعنى قوله لا يرفث المراد به إتيان النساء، يعني أنه يبتعد عن النساء. ثم قال: ولا يصخب، وقال في اللفظ الآخر: ولا يجهل. والمراد بالصخب رفع الأصوات، والمراد بالجهل ما هو أوسع من ذلك، فيدخل في ذلك المعاصي كلها. أيها المسلمون، كم من الناس من إذا صام اشتد غضبه، حتى إنه أصبح مثلا في الناس إذا رأوا رجلا مغضبا يرفع صوته قالوا كأنه صائم، فتراه مقطب الحاجبين لا سيما في آخر النهار، لا أحد يستطيع أن يدنو منه فيرفع الأصوات. ما الذي أصابه؟ إنما يبكي من الجوع الصبيان. فيا أيها العاقل، ليكن حالك في الصيام كلما تطاول نهارك ازداد الاطمئنان إلى قلبك. فخذ كتاب الله واقرأ القرآن وتدبر كلام الله عز وجل، فإن ذلك أنفع لك وأعظم لأجرك. أو أنك تأخذ في الذكر، إذا كنت لا تستطيع القراءة خذ في الذكر، سبح الله واحمده وهلله وكبره واستغفر وصل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا يستطيع المسلم أن يسلك مسالك تذهب غضبه، فيخرج عن هذا المقت وهو الصخب ورفع الأصوات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم إن من شأن الصيام أن يبتعد عن المعاصي، ولئن كان مأمورا بذلك في جميع حياته، ولكنه في الصيام آكد. وكلما كان الإنسان مكثرا من المعاصي كان ذلك مضعفا لصيامه. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أنه وإن كان صيامه مسقطا للفرض عنه، ولكن قد ذهب أجره، والله أعلم كم ذهب من الأجر، وكم الذي رقى على كتفيه من الوزر، وكم الذي دون في صحائفه بسبب آثامه وبسبب معاصيه. وكم من الناس من يزرع ويحصد، فيزرع الحسنات ويحصدها إلى أن تكون السيئات غالبة على حسناته في شهر رمضان. أعاذنا الله وإياكم من حال السوء ومن حال المعصية
ومن اقتراف الذنوب في هذا الشهر المبارك. والله عز وجل يقول إن سعيكم لشتى. فالناس أصناف وأشكال، وللناس أحوال وأفعال وأقوال في هذا الشهر الكريم. من الناس من هو مهيئ نفسه من الآن ويستعد من الآن، كيف يجمع بين العمل وبين العبادة وبين العبادة، كم سيقرأ من القرآن في هذا الشهر، هل سيقرأ القرآن مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر من ذلك، كيف يكون حاله في صلاة التراويح، كيف وكيف، كيف يصل أرحامه، كيف يتصدق، كيف إلى آخر ذلك، يهيئ نفسه من الآن. كما أن هناك من الناس من يهيئ أين تكون الثمرات في شهر رمضان، عند من يأكل القات، أين يكون المجلس، أفي بيته أم عند أصدقائه أم في الشوارع أم في غير ذلك. فنعوذ بالله من حال السوء. كم من الناس من يترك الصلوات في رمضان، أو على الأقل يتركها مع الجماعات، فيأتي الفجر وقد نام، ويأتي الظهر ولا يزال نائما، والعصر قد خرج إلى الأسواق، والمغرب مستعجل على العشاء وعلى العشاء، وصلاة العشاء قد انشغل بالقات. فالله المستعان. وهكذا معشر المسلمين، لئن كان الشيطان قد ربط فقد ترك وراءه القائمون على الإعلام لينوبوا عنه ويقوموا بمهمته، فجهزوا في وسائل الإعلام من الأفلام والمسلسلات ما تشغل الناس عن صيامهم وما تشغلهم عن قيامهم، فينظرون إلى ما حرم الله ويستمعون إلى ما حرم الله، وفي كل بلدة يتنافسون في ذلك، في كل دولة يتنافسون في ذلك. وذاك المسكين يقلب بالريموت من قناة إلى أخرى، من قناة إلى أخرى، هذه أفسد من تلك وهذه شر من تلك، وهو ينظر إلى ما حرم الله وإلى معصية الله. أيكون هذا حاله كحال ذلك الذي هيأ نفسه لتلاوة القرآن والعبادة والدعاء والصدقة؟ نعوذ بالله من سوء الحال. وهكذا معشر المسلمين، بعض الشباب أو كثير من الشباب يقضي ليله كله أو غالبه وجزءا من ساعات نهاره مع الألعاب، مع الكيرم والضومنة والبطة وغيرها من الألعاب، ألعاب القمار، مضيعا في ذلك ساعات ليله وساعات نهاره. كما أن هناك فريقا آخر يستعدون للإفطار في رمضان وعدم المبالاة بصيام الناس وقيامهم، فيأكل رمضان، يأكل في نهار رمضان ولا يبالي. بل إن العجب، وهذا من حكمة الله وإهانة الله لأصحاب المعاصي، أنك تجد دورات المياه التابعة لبيوت الله فيها علب العصير وكراتين البسكوت وغير ذلك، أهانه الله فألجأه الله إلى الأكل في دورات المياه. هذا من العقوبة العاجلة والإهانة له، فنعوذ بالله من الخذلان. نعم أيها المسلمون، فلهذا حافظ على صيامك يا عبد الله بالإكثار من طاعة الله والإكثار من الأعمال الصالحة والبعد عن معصية الله. وكلما كنت عن معصية الله أبعد كنت لله أتقى، وكلما كنت أكثر طاعة لله كنت لله أتقى. وهذه هي الثمرة لقوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
بقوله والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، مع أن ريح فم الصائم كريه ومهما استعمل السواك فإن ذلك لا يقطع الرائحة. فبعض الناس يترك السواك، والسواك مستحب حتى في أثناء الصيام، ولكن لا تبتلع ماءه ولا فتاته بل اتفله، ولكن الرائحة تخرج منبعثة من المعدة الخاوية. وهكذا معشر المسلمين، قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يعني أن الصائم حسن الأخلاق لا يواجه السيئة بالسيئة، فإذا قابله إنسان بالكلام الفاحش بالكلام السيئ يقول له إني صائم. ومما ذكر في هذا الحديث قوله للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. أترون يا عبد الله يا عباد الله تلك الفرحة على الصائمين عند أذان المغرب كيف تتهلل وجوههم ويأكلون بنهم وارتياح ولذة؟ ذلك الذي أفطر نهار رمضان يكون عليه كالكابوس والناس يفطرون، يرى أنه ليس له أي فرحة، ولو جلس معهم على الموائد يأكل فإنه يشعر أنه كاذب وأنه ليس بصائم. وفي حديث سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر الصديق بأبي أنت يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من بأس، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخله الصائمون لا يدخله أحد غيرهم، فيقال أين الصائمون؟ فيقومون فلا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخله أحد. وانظر كيف سماه الريان مقابل ظمآن، لأنهم كانوا في حال صيامهم ظمآ، فسمى الله بابهم الريان، إشارة إلى أنك ستدخل الجنة وأنت ريان جزاء ما كنت حال صيامك عطشان. فاحرصوا يا عباد الله على هذا الشهر الكريم الضيف العزيز المقبل عليكم، واستعدوا له بخير ما عندكم ليرفع الله عز وجل درجاتكم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يقسم لي ولكم في هذا الشهر الكريم من الأعمال الصالحة شيئا كثيرا، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احينا على التوحيد والسنة، وأمتنا على التوحيد والسنة. اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا، اللهم اهد ضالنا وثبت مهتدينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم احقن دماء المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، وأمتنا على
على ما يرضيك يا رب العالمين. أقول ما